زندر هذا الموشح اليومي، صوت شخيرك عم كسر بلار شبابيك وركباب البراد انقلع من صوت شخيرك ما بدك تفيق. لحظة دوات ما يفيق، اللي عم شوف الفيديو ما رحت بايك حط بايك، وما مش تاخذ القناة اشترك بالقناة، وصلنا على المليون، خلينا نشوف بقى كلمة مليون هيك مكتوبة على القناة. ورك يا بني ادم، ايش فيك؟ مين مات؟ ايش فيك؟ مين مات؟ لا هو الصراحة ما حدا مات، بس يمكن في حدا بده يموت. بدك يخرب بيتك من حالك، انت صايم انت؟ شهر رمضان كلياته خلص وانت مقضيه بالفرشة نايم بس. ما شفت لي بشكيرة الزرقاء؟ نعم. يعني جاي عم ترقعي لي هالموشح حال ونزعتي لي بنومي كرمال تسأليني على البشكيرة الزرقاء ما بعرف وين تركيني انا مني من غير الدنيا شوب ومسلوقين سلق. هي غرفة بني ادم هي، ولك شو بدنا نبقى غرفة؟ هي غرفة هي زريبة هي. وينها؟ ليك هي انت عمرك رجعت تاخذها. قلت نزعتي لي النوم اللي ما قلنا شيء، دخلتي عم تعيطي من الصبح كمان ما قلنا شيء، بس طفي المروحه ليش؟ امي من غير شيء مسلوقين، ولكن سرقنا لعبت المروحه، في بينك وبين المروحه شيء حتى عم تبصي سيارك، هي اشتكت لك شيء؟ ايه؟ اشتكت لي وقلتي حاجتي، صار شغاله من امبارح رايحة احترق. عن جد انا محظوظ فيك يا امي، انا ما شفت اسرع منك وتفهمي للامور، بساعدك تفهميها، تعي وين رايحه؟ شغلي المروحه. ايوه شكله في حدا صار يعلي صوته. بشكيري ما بقى بدنا اياها، رجعي بدنا اشوف ايش كنت عم تقول. مين كان عم يعلي صوته؟ انا عن جد ما عندي فكره، واذا قصدك علي مشان المروحه، عمرينا المروحه كلها اصلا الجو كثير بروده ما بحاجه للمروحه. يعني خلصت امبارح رح تبرق، انا بفرجيك تعال هون. وين طلعت روحي؟ انا مشوه كثير. عبداك تلعب جيم ببجي؟ ماشي موافق، بس الله يطعمك اذا بتخسر. هاي التليفونات وينكم يا ولاد؟ عبادة فايق بسرعة، تعال ننزل جيب لنا معروك وسوس على الفطار. نعم. اي لا ما حزرت الله لك انت، حتى ايش ما قلتولي؟ لو بتتذكروا شغلة بعد ما اقطع انزل تحت انسلاط من كتر الشوب، ايش بيعملني الله؟ انا ما اخذ انزل منه وقلنا مجودة. انا كنت جاي اقول له اصلا، بس طلعت عليه شفته نايم عرفته ولاد فايق، وتعال انزل انت فايق. لا يا شيخ، عملت حالك نايم؟ انا بفرجيك حشرة، طول بالك، بسيطة. شو بالك؟ شو هي هيك يعني؟ وذكره طالع برا وتفرج. ماشي رفف عيونك كمان رفف عيونك. خلاص قوم راح ابوك يا مصطح جيهان بفرجيك. تعال مسوق بعطيك 5 سيارات زيادة وروح انت محلي. 10 غير 10 ما برضى. لا والله يا حقير فايق، مو عامل لي حالك نايم. طلع اخوك معه حق، تعال نزل انت بسرعه تجيب الاغراض. يلا طيب اسمع بابا انا خلك. طيب مو حرام على هلا صغير اروح انزل تحت تصيبني حمى من الشارع من كتر مغشوب، واروح اجي كرمال شويه معروك وسوس ما بين عباده هلا هو كبير بسرعه بنطنط بروح تجيبهم وبيجي ما بصير له شيء. بتصدق الولد قنعني؟ ولك يخرب بيته انا اقتنعت، مو بس انت. اسمعوا لك 5 ليرات بتنزل بدالي. شو؟ 10 ليرات وبنسرق الشوب كله. الولد حكي ونظامي، بازار مصاري هاد. قولك إذا بتضايق أحقر منك تفون حالك. لا قوموا تعرفوا مع بعض قدامي، بقوموا ضربوا بعضكم قدامي. ليكم اسمعوا، أنا طالع على الصالون 5 دقايق واحد من بيناتكم بده يجي يجيب الأغراض هو، ولا أتعبكم ما حدا يجي. سمعت أبوك إيش قال؟ هات 10 ليرات بقى هات. بيجيك يوم يا ربي تجيب، طول بالك. أنا بفرجيك يا حشرة مسوك. ليك هي 10 مسوك، خذها وانضربها تحت، أنا بفرجيك طول بالك. ولي طلعت روحي من الشغل. المروحة محجوزة عند عبادة، المكيف بالصالون ما بصير نشغله. شو ما حبده يبارد؟ لحظة شوي، البراد هون هو. خطرت عبالي فكرة. خدوج يو وين راحت هاي؟ انا هون امي، هون انا قدام مكيف والتكييف. تعي تكييف، وين التكييف؟ يخرب بيتك ايش عامله انتي؟ يو شبكه صدمتي، ما عملت شيء انا. بعدين انتو ما عرفتوا لي وسيله حتى ابورد عليها، المروحه محجوزه ومكيف موصيه شغال، ايش اعمل يعني؟ جيت على البراد اموت يعني؟ رجع تكييف. قولك موتي. موتي بكي مرتاح منك. ايه علي هنا يعني البراد اهم مني امي؟ طيب شغلينا مكيف اسكر البراد. قولك ايه البراد اهم منك
يخرب بيتك من حالك لسه عم تاخذي وتعطي معي هيك البراد مفتوح. خلص خلص سكرناه 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 ما في شيء خلص روحي. راحت راحت راحت. فوري رجعتي فتحتيه؟ وين طواي؟ لا امي لا والله لا انا كنت عم اتاكد بس كنت عم اتاكد اذا تسكر ولا لا بس طيب امي الدنيا شو يعني الواحد بصير عصبي زياده الطبيب انت ليش كانت عصبيه؟ ممتاز بدك عرفان الدنيا شوب وانا مالي طايقه حالي تعي افرجيكي. طول بالك امي طول بالك امي مو هيك امي مو هيك طول بالك امي لا امي هاي امي هاي وريش هالشوبات هدول وريش اليوم دخلنا على النار وما لنا خبر والله ما بعرف متنا بالشوب والدنيا ثياب كمان طيب شغلنا المكيف والله حرام عليك شو مكيف اوعكم على جسدي ما حدا بقرب عليه اوعكم ما حدا بشغله منوب شو بالجو جو حلو كتير جو ظريف ضروري شغل مكيف انه مرض الله انا بس بدي افهم انت المكيف شو جايبه زينه البيت يعني ديكور مع الشقه يعني بس انا عندي حل شايف شلون شايف شلون ابني اي مزبط لنا حل هاد تربيتي من زمان بقول عنه هالولد ذكي انا طالع لبرا بلكي تجيها شي نسبه هواء بالغلط وتخلينا نبورد طح قالوا هاد وانت وين رايح شو وين رايح رايح اطب على الولد قام طبوا له شي بلاوي من بنات الحاره وعلقونا مع اهاليهم رايح اشحطه من شعره ايه اذا هيك معلش روح اشحطه من شعره شو حتجيبه لهون يلا خلينا نفتح الشباك شوي بيك بتخلوا نسكت هوا ايوه امتى حسين وبنت اشعب ساوى على الشبابيك لا وعطلوا لهون لعنا كمان لحظة وابو عبادة وعبادة هنا على البرندة كمان بس وصلت الفكرة انا بفرجيك يا امتى حسين جاي تلي اسمع عبادة من هون ورايح كل يوم اطلعنا ساعتين من طبالة امتى حسين وبنت سوزي ولك انا كنت عم بلمحها من الاول بس انت ما كنت عم تفهم علي والله كنت عارفاني والله كنت عارفاني ولك شايف على هالجمال هاد ولك شايف على هالخلقة الربانية هاي شو حجي مالك ناوي تتجوزها ولك بدي لك ما بدي بس قبل ما افكر بالخطوة هاي لازم احط براسي شلون بدي اتخلص من الوحش ام عبادة شو ام عبادة هادا اللي بده يطلع يشحطوه ولي ايش هالصوت هاد عم تهيالي صح انا سمعت صوت ام عبادة ولك تف من تمك حدا بكون بيك ومصرت عم تفرج على وجوه النيرة هاي بجيب سيرة الحرباي اصلا عم بفكر نظبطنا طلع وناخدهم معنا بالسيارة على العيد عبادة امك اجت شو امي اجت ما قلت لك سمعت صوتها اهلا امي شلونك اجلك انت هالله قبلي يو شو بك ام عبادة ليش تبكيت هذا بده يطلع يشحطه من شعره قدام انت حسين طوي بالك ام عبادة خليني افهمك القصة بس انا جيت بدي اشحطه من شعره طلعت انت حسين وصارت تشفع له ما حبيت اخجلها بس يعني يوم بقى مو انا اللي كنت فهماني القصة غلط ظلمتكم كثير شايف شلون طيب ايش رايك اجي انا كمان اشارككم عم تضحك علي انت شايفني شايف مخطي انا بفرجيك تعال هون انت وياه قولي انا ما دخلني او يا كلب هرب رمضان يجمعنا